مساء النور والسرور والحضور أخي عبد الله، كيف حالك؟ يا مرحبا وسهلا فيك، حياك الله. من معنا؟ الله يعطيك الصحة والعافية. معك يعقوب بن يوسف بن سعيد العامري من ولاية السيب. حياك الله أخوي يعقوب، يا مرحبا وسهلا. الله يحييك يا أخي الكريم، وأشكركم على هذه الإضافة الكريمة. واجب. بارك الله فيكم. الله يسلمك ويعافيك. حقيقة إذا كان أعتقد الموضوع هو الأعمال الوافدة للأجزاء المتواجدين أو الموجودين في المناطق السكنية، هذا يعتبر خطر كبير يهدد المجتمع. تعرف الظواهر السلبية انتشرت كثيرا بسببهم. يعني مثل انتشار اللي هي كثير من القضايا، مثل المضغة، مثل تعرف لما يكون عمالة وافدين ومسيبين، بعضهم هارب وبعضهم يكون يعني تجارة مسترة وغيرها أو مسيب، تكونك عند أنشطة سلبية ومختلفة مختلفة عن النشاط الأصلي. هذا إذا كان هو في ذمة عمله. نعم. يعني استأجروا بيوت أساسا دون عقد إيجار. البلدية يعني جدا مقصرة في هذا الأمر، التفتيش الدوري للمناطق السكنية. إذا تكلمنا هنا عن شركة مثلا الأسواق، يعني بهذه الأسواق، سوق الصيد مثلا على امتداد من الحيل إلى المعبيرة الشمالية، هذه المنطقة تضررت ضرر كبير، كذلك الغبرة الحال ومطرح وغيرها. وأعتقد أن يعني كثير من الجهات تعرف هذه المشاكل. نعم. ظهرت كثرة اللي هي تصنيع أو بيع هذا المضغة. المضغة هذه هي بس الأفضل؟ هي الأفضل نفسها. الأفضل والفصائل الأخرى اللي موجودة من نفس نعم. الخبائث هذه. نعم، لأن شفت فيديو منتشر يمكن مر عليك بعد يعقوب. نعم. لعمالة نعم. وافدة يبيعوا هذا المضغة أو يبيعوا الأفضل، شاهر ظاهر قدام الناس يعني بدون أي قلق من يعني ممارستهم لهذا الفعل. وللأسف الشديد يعني جزا الله خير، يمكن اللي صور هذا الفيديو يوضح كيف أن هم يستهدفوا الجميع، سواء كان قصر كانوا أطفال، ويعني يمارسوا تجارتهم في حتى الأحياء السكنية أحيانا. وهذا أمر ما أعرف كيف يعني مرور الكرام علينا بدون ما ننتبه لهذا يعني لهذا الخطر اللي يهدد أكيد أبنائنا. كما تفضل أخي أن هذه المشاكل تبدأ من تجمعهم وتمركزهم في المناطق السكنية، يمارسوا أنشطتهم في هذه البيوت بحيث أنهم مستترين، والبيوت أساسا ما في عقود إيجار وتكدسهم أعداد كبيرة يقوموا بتصنيع هذه، وكذلك مثلا تخزين خمور وبيعها، تشكيل هناك صارت في مشاكل في عندك قضايا مثل شبكات الدعارة. يعني صارت في يعني مشاكل كثيرة وقضايا كثيرة تطلع من هذه الظواهر السلبية، ما في منهم أي أدنى ظاهرة حسنة منهم. كذلك بيع المواد الغذائية الغير صحية والفاسدة. لو تعرفوا مثلا الشركات الكبرى اللي تورد اللحوم في المنطقة غالة وكذا، اللحم هذا لما يوشك على أن يفسد يوزع في هذه المناطق. نعم. لما يتوزع في هذه المناطق يقوم بتجهيزها وتوزيعها للمطاعم، الأمر قريب وبالنسبة لهم سلس. في هناك إشكالية لما تقوم الجهات تريد أنها يعني تداهم المكان هذا، وإيش يصير لازم في إذن من الداعم البلدية، يصير الأمر يتأخر. فلما تكون أكثر من جهة تتابع هذا الموضوع أنا تشوفه تتشتت الجهود. يعني نعم. أنا في رأيي أن هذا الأمر كله يتحول إلى شرطة عمان السلطانية، طبعا الأجارات، عقارات الأجارات، كذلك لهيك كل قضايا التجارية هذه، لأن هذا الأمر أمني بالنسبة للمقام الأول. المقام الثاني كذلك هم عرفنا عن شرطة عمان السلطانية احترافية في التعامل في كل المواضيع والقضايا. فالأمر سريع، بدل لا تكون روح إلى الجهة الفلانية. نعم. بعدين انتظر الجهة الفلانية، هذا يعطيهم فرصة بأنهم يتنقلوا مكان لمكان. نعم، لكن يعقوب يعني ما تعتقد أننا محتاجين إلى حل جذري لهذه المشكلة؟ هؤلاء عمال. نعم. ونحن نعم. نعرف أنه دائما وفي كثير من الدول هذا متبع، العمال فعلا. تكون لهم مناطق خاصة لسكن العمال، ما أنت تجيب عامل وتهده وسط يعني المناطق السكنية
ويستأجروا بيوت في حواير يمارسوا فيها أنشطة وغيرها، وللأسف الشديد هم من جنسية نعرفها كلنا يعني إيش. فبالتالي محتاجين حل جذري بدل ما نقول والله يعني نزيد المداهمات ونزيد نقطع الموضوع. هذا ما حل، هذا كأنه حبوب تفكير مسكن. صحيح. الحل الجذري إنشاء مدن عمالية مؤمنة تحت إشراف أمني، دخول خروجهم في تدقيق أمني، معرفتهم وين يعملوا وين يداوموا، كذلك يفتح فرص كذلك اللي هو توفير مثلا وسائل النقل السبيلة من المواطنين يشلوهم ويجيبوهم من مقر عملهم وإلى سكناتهم بوقت منتظم. التوقيت تنظم الجهات الرسمية أو الحكومية بحيث أنه يكون هناك لوائح، يكون توقيت العمل كذا كذا. أما إنشاء مثلا عندك يعني تركهم هكذا روح أنتوا اشتغلوا أو حتى البنايات السكنية التجارية هذه ما حل هذه. نعم. لأن هذه عندهم حريتهم يمارسوا الأعمال مثل ما يريدوا. لكن المدة العمالية هذه سيطر عليها. نحن ندفع ضريبة تجار الشنطة سابقا اللي تاجروا في المأذونيات وقلبوا عشرات ومئات العمال وسرحوهم هكذا وبدون أي تعلم. والآن الكل يدفع يعني الثمن حقيقة وما يوجد أي مبرر أنه عمال وماخذين لهم يعني تعرف أنت هم يريدوا الرخص، فبالتالي عادة حصل 20 عامل في نفس البيت ساكنين يعني وسط الحواير. تعلم. هو يا سيدي العزيز يعني هناك يعني في تقصير من جهة مثلا وزارة العمل وكذلك اللي هي بلدية مثلا البلدية، لأن يعني هذا جهتين رسميتين في واجهة هذا وزارة العمل هي من جهة المأذونيات وغيرها والتدقيق في هذا الأمر وكذلك في مشروعية مثلا هروب هؤلاء تكون هي الواجهة، ولكن أنتوا تعرفوا يعني شكاوي الناس أنهم يبلغوا عن عمال هاربين وليس هناك مثلا المستجيب أو ليس هناك من يحمي حقوقهم. نعم. يصبح المواطن هو يدفع ضريبة هروب هذا العامل ولو كان مؤمن أو إلى آخره. الأمر الآخر، البلدية هي المسؤولة في تسكين هؤلاء، يعني ما ممكن أن في بلاغات يعني رسمية في مناطق في حرة أن في كذا كذا، بما يتحركوا لك البلاغات الفردية فقط. طيب هناك حوار تأثرت بأكملها بسببهم هؤلاء. نعم، لكن معلش يعقوب بعد صح الجهات اللي ذكرتها لازم تقوم بدورها، لكن بعد الآن شوية كأفراد زين نساهم بدورنا وما نترك حقيقة يعني المجال مفتوح أن نأجر عمال بهذه الأعداد. فعلا. نعرف أنهم بيكونوا مدين يعني الجيران. فعلا هذا فعلا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. هذا الشيء نحن بدابة، ولكن إذا قام أخوي أو ولد عمي أو صديقي أو صاحبي أو والدي أو أي من كان، هذا ما يبرر له أن يقوم بهذا العمل لأنه يعتبر مخطئ. صحيح. على يعني هنا إذا كان هو استجاب مثلا لهذا الأمر وعرف عواقب هذا الأمر ولم يستجب، يعني ياخذ القانون ياخذ مجراه. نعم. أو الجهات مثلا يعني تعرف تتصرف في هذا الأمر. صحيح صحيح. يعني من خلال المعطيات اللي ذكرتها يعقوب، نحن اسمح لنا فقط أنه نشعر محتاجين لحلقة متكاملة فيها مختلف هذه الجهات ونناقش هذا الموضوع ونسمع من كل جهة وكيف ممكن تساهم بدورها في الحد يعني من هذه المشكلة قبل لا تتحول إلى ظاهرة. واليوم ترى المشاهد اللي أنت ذكرت بعضها وفي أكثر يعني تجارة الممنوعات هذه الدعارة، يعني خلونا نتكلم ونسمي الأمور بمسمياتها، الغش التجاري اللي يمارس في هذه المشاهد مقززة جدا نشوفها. فبالتالي ما يصير يعني نتفرج على كل هذه المشكلات وكل هذه التحديات. هذه حزة النفس، هذه حزة النفس، ويعني يعني شعرنا بقلق وخوف كبير. يعني الآن المؤسف والمحزن أن قرى بأكملها كانت بحلتها بجمالها بهدوءها أصبحت من 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 يعني من 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 مجتمع متقارب أو من مجتمع من شريحة مثلا مواطنين إلى أجانب وافدين عزاب. هذا خطر. صحيح. خطر. أنا ما عندي أنا ما عذري إن هذا البيت مثلا كان قديم وما أستطيع إن أجره مثلا، إذا كان مثلا يمكن ادعوا بعضهم إن مثلا ما بيسكنوا العوائل، يا أخي هذا ما عذر. هذا ما عذر. خاصة الحواير القديمة، يعني الحواير القديمة. أنا إذا قمت بتسكين هذا البيت إلى وافدين
أنا ما أعرف وش راح يسوي. صحيح. أنا يعني هل أنا أضمن سلوكهم هذا؟ إذا الواحد الآن ولده ما يضمن سلوكه للأسف يعني لا عقود إيجار ولا توثيق ولا أي شيء ماشي يعني فيكم وما يقدر يستطيع أن يسيطر عليهم. إذا صار أي شيء ما يستطيع يسيطر عليهم لأنه ما ماسك عليهم شيء. نعم. هل هو يتحمل مشكلة أي مشكلة تحدث بسبب هؤلاء أو اشتباه يكون بعدين في الصورة؟ نعم. ما نتمنى يصير لأي مواطن يتعرض كذا لأنه مهما كان يعتبر يمكن هذا منا وفينا، ولكن يعني عليه أن يدرك الخطر. نعم. يدرك خطر وجودهم أول شيء. يعني أغلى ما يملك الإنسان شرفه وكرامته. نعم. إذا تعرض هؤلاء مثلا من بداية من القصر يتعرض للتحرش، أنتم تعرفوا في قضايا كثيرة. نعم. النساء كذلك تتعرض للتكشف، يعني يتكشف على عورات الناس. نحن كان في السابق ما نمشي من الأزقة أو السكك الضيقة هذه لأنها فيها البيوت هنا مثلا فيها أماكن يمكن تكشف عورات البيوت، فهؤلاء يتكشف إلى هذه العورات يتقصد هذه الأماكن ويشفنا ورصدنا ويعني لاحظنا كثير، ولكن هذا الأمر يحتاج إلى معارقة جذرية وإلى يعني استئصالة بشكل تام. هذا سرطان. شكرا لك يعقوب على طرح هذا الموضوع، ونحن إن شاء الله نعدك أن نفرد له مساحة أكبر ونناقشه بشكل موسع نظرا لأهميته بإذن الله. الله يبارك فيك. بارك الله فيك. العافية وسعيدين بسماع صوتك. شكرا جزيلا لك يعقوب، أثار موضوع حقيقة في غاية الأهمية.